مرحبا بكم في قناتنا. في هذا الفيديو سنناقش سؤالا مثيرا للجدل، ماذا سيحدث إن ذاب جليد القطبين؟ هل سينتهي العالم؟ ستكون رحلتنا في استكشاف تأثير ذوبان جليد القطبين على كوكبنا؟ دعونا نتعرف على التفاصيل المدهشة والنتائج المحتملة لهذا السيناريو الرهيب. هل أنتم مستعدون لاستكشاف هذا الموضوع المثير؟ لنبدأ. نبدأ بفهم ماهية جليد القطبين، فهو يشكل طبقات ضخمة من الجليد والثلوج تغطي القارة القطبية الجنوبية وغرينلاند وأجزاء من كندا وروسيا. يوضح السيناريو الطبيعي أن الجليد يتحرك وينفصل عن الأجزاء الجليدية في عملية تسمى الانفصال. ومع ذلك، فإن معدل ذوبان الجليد يفوق بكثير معدل تكون الجليد الجديد. يعد ذوبان جليد القطبين من أكبر التحديات التي تواجهنا في العصر الحديث. فرغم أنه عملية طبيعية تحدث بشكل دوري، إلا أن معدل ذوبان الجليد الحالي يفوق التجديد. فماذا سيحدث إذا ذاب جليد القطبين حقاً؟ من المهم أن نفهم أن عملية ذوبان الجليد في القطبين ستستغرق وقتاً طويلاً، ولن تؤدي إلى انتهاء العالم فجأة. ومع ذلك، إذا تسارعت هذه العملية، فما هي التأثيرات المحتملة؟ قبل أي شيء، علينا أن نتوقف عن الذعر، لأن ذوبان الجليد في القطبين سيستغرق أكثر من عقد من الزمان لتذوب القمم بشكل كامل. لكن ماذا سيحدث لو قمنا بتسريع الأمر؟ وفق تقديرات العلماء، فإنه لو ذاب الجليد في غرينلاند، سيرتفع مستوى سطح البحر عالمياً بمقدار 7.4 متر، والقارة القطبية الجنوبية سترفع مستواه 58 متراً أخرى، بإجمالي 65.4 متراً. ولن يتم توزيع هذه الزيادة بشكل موحد حول العالم بسبب الجاذبية. سينخفض مستوى سطح البحر حول غرينلاند والقارة القطبية الجنوبية، لكنه سيرتفع في كل مكان آخر. هل يمكنكم تخيل ذلك؟ ستغرق العديد من الجزر في المحيط الهادئ وتهدد المدن الساحلية والبنية التحتية القائمة في تلك المناطق، مما يؤدي إلى ابتلاع الأراضي الساحلية والجزر بمياه البحر. ستختفي أمم بأكملها. حوالي 40% من سكان العالم سيتأثرون بذوبان الجليد، وستختفي دول بأكملها، بالإضافة إلى معظم الجزر في المحيط الهادئ. ليس فقط ذلك، بل ستؤثر تلك التغيرات على حياة الملايين من الأشخاص. ستتعرض مصادر المياه الجوفية للتلوث. فارتفاع منسوب مياه البحر سيؤدي إلى تسرب المياه المالحة إلى احتياطات المياه الجوفية في المناطق الداخلية. هذا الأمر سيؤثر مستقبلاً على الزراعة وري المحاصيل وما سيترتب عليه من قلة المحصول، مما يؤدي إلى نقص في الإنتاج الزراعي وتهديد الأمن الغذائي. قد يضطر الملايين للنزوح القسري بحثاً عن مأوى آمن. شيء آخر يحتمل حدوثه هو تأثر الدورة الحرارية الملحية، أو ما يسمى بالحزام الناقل العظيم، وهي عملية نقل الحرارة من خط الاستواء إلى خطوط العرض الأعلى. ربما يشهد العالم تباطؤاً في هذا الدوران بسبب ارتفاع نسبة المياه العذبة في القطب الشمالي. لذا، إن حدث ذلك بالفعل، فلن يكون هناك المزيد من تيار الخليج. ستكون أوروبا باردة مثل مونتريال، وستنخفض درجات الحرارة في أوروبا. قد ينشأ نوع من العصر الجليدي المصغر يؤثر على مناطق واسعة من الكوكب. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي ذوبان الجليد إلى زيادة الانبعاثات الغازية لغازات الاحتباس الحراري المخزنة في الجليد، مما يعزز تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة بشكل أكبر. قد يشهد العالم زيادة في الأحداث الجوية المتطرفة، مثل العواصف العنيفة والفيضانات والجفاف، مما يؤثر على الزراعة والاقتصاد وصحة البشر. لكن التأثيرات لا تتوقف على البشر فقط. ستتأثر النظم البيئية والحياة البرية في المناطق القطبية والمحيطات المجاورة، مما يؤدي إلى تغيرات في التوازن البيئي وفقدان التنوع البيولوجي. ستختفي الكثير من الأنواع وتتغير البيئة بشكل جذري. تسرب المواد الكيميائية السامة من جليد القطبين. هناك أيضاً الكثير من المواد الكيميائية السامة في الصفائح الجليدية وفي بعض الأنهار الجليدية الجبلية في جبال الهيمالايا على سبيل المثال. من هذه المواد المتواجدة في جليد القطبين مادة DDT، وقد وصلت إلى الصفائح الجليدية خلال الحرب الباردة، حيث ألقت قاعدة عسكرية في شمال غرينلاند كانت تعرف باسم معسكر القرن.
مواد مشعة كيميائية وتركوا القاعدة إنها تحت الجليد اليوم. مع ذوبان الجليد فهناك خطر كبير لتسرب هذه المواد إلى المياه. اليوم سيصبح أكثر من 24 ساعة. أحد التأثيرات الأخرى المثيرة للاهتمام هو إذا ذاب جليد القطبين بالكامل فسيؤثر ذلك على دوران الأرض. قد يتغير في الواقع مدة اليوم، فالصفائح الجليدية قريبة من محور دوران الأرض، أي أنها تقع حول القطبين. بإذابة هذا الجليد سيذهب هذا الماء حول الأرض بعيدا جدا عن محور الدوران، وبالتالي فإن الأرض سوف تدور بمعدل أبطأ. من الصعب قياس ذلك، ولكن ربما يكون أطول بعشر أو عشرون ثانية في اليوم الواحد. ومع ذلك لا يجب أن نفقد الأمل. يمكننا اتخاذ إجراءات للحد من تغير المناخ وذوبان الجليد. يجب أن نعمل على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي. نحن جميعاً مسؤولون عن مستقبل كوكبنا. يجب أن نعمل معاً للحفاظ على القطبين والحد من تأثيرات تغير المناخ. نسعى إلى بناء عالم أفضل وأكثر استدامة للأجيال القادمة. شكراً لمشاهدتكم هذا الفيديو. نأمل أن يكون قد أثار وعيكم بأهمية الحفاظ على القطبين ومكافحة تغير المناخ. دعونا نعمل معاً للحفاظ على عالمنا الجميل. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلكم كل جديد. وإذا أعجبكم الفيديو فلا تترددوا في مشاركته مع أصدقائكم. نلتقي في فيديو قادم. وداعاً.